انا بكره اشرح لي وخناقات ومشاكل ومحمد فؤاد، يعني موضوعه قالب الدنيا وخد اكبر من حجمه، وموضوع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي اللي محمد فؤاد راح عشان موضوع اخوه لما كان تعبان وكان عنده جلطة، وراحوا علشان ان هم يكشفوا عليه ويشوفوا اللي حصل. وطبعا كلنا عرفنا وسمعنا واتفرجنا على الخناقة اللي حصلت ودارت ما بين محمد فؤاد والناس اللي كانت معاه، سواء كانوا بعض قرايبه او ايا كان، مع الطبيب وزملائه، والموضوع كبر وخد اكبر من حجمه. يا ترى مين هو الطبيب المشهور، طبيب الواقعة الشهيرة اللي يعني تعدى او ان اللي هو يعني اتخانق مع الفنان محمد فؤاد؟ ايه هي التفاصيل؟ مين هو الطبيب؟ على ان الموضوع يعني خد اكبر من حجمه، ومحمد فؤاد والناس اللي معاه ادعوا ان الطبيب دوت هو تابع ل يعني جماعة من الجماعات المحظورة، او يعني ايا كان اللي اتقال في القنوات حضراتكم شفتوا والفيديوهات اللي اتذاعت. فعايزين نلقي الضوء على الموضوع وعلى مين هو ترى طبيب الواقعة المشهورة واللي اعتدى على محمد فؤاد في المستشفى. خليكم معانا في التفاصيل. الناس شغله بالها بالواقعه اللي حصلت، والكل دلوقتي قاعد بيدور وبيعمل في محركات البحث وبيبحث عن تفاصيل اكتر، وايه يا ترى اللي حصل بالنسبه لموضوع الخناقه اللي حصلت ما بين محمد فؤاد والطبيب اللي هو بتاع مستشفى عين شمس. ايه هي اخر المستجدات؟ وفي وسط كل اللي بيحصل دوت كان في ناس برضو دخلت قعدت تدور عن هوية الطبيب، وزي ما قلنا لان هو في اقاويل اثيرت حول انتماء الطبيب لبعض الانشطة او بعض الجماعات المحظورة. هل يا ترى الكلام ده كلام مظبوط ولا هي برضو مجرد اشاعات؟ ده اللي احنا هنحاول نعرفه لحضراتكم ونشرحه لحضراتكم عشان نشوف ايه الحقيقة. طبعا محمد فؤاد طبعا من ضمن التجاوزات او من ضمن الحاجات اللي قالها، قال له انت مش عارف انت بتتكلم مع مين، وقال انت زي ما الفيديوهات بتعرض، قال له قال يعني قليل الادب، بيشتم محمد فؤاد قدامه وبيشتمه، يعني برضو نوع من التباهي والتفاخر. محمد فؤاد او ايا كان هو مين، دي الناس كلها بتبقى سواسية في موضوع ان انت داخل مستشفى هو الطبيب بيعتبر ان هو بيكشف عليك زي بيكشف على اي حد تاني. مفيش حاجة المفروض يعني انه ما يبقاش في حاجة اسمها يعني ده فنان وده انسان عادي وده عامة الشعب، زي ما اثير في بعض الفيديوهات كل الناس سواسية في موضوع المرض والكشف والكلام ده. النهاردة عايزين نعرف مين هو بقى الطبيب صاحب وقعة الخناقة اللي اتخانق مع محمد فؤاد، وهل يا ترى فعلا هو انتمائه لبعض الجماعات او اي حاجة، ولا الكلام ده مش مظبوط، واللي قام بتحرير محضر بالضرب والسب والقصف والاعتداء عليه من الفنان محمد فؤاد والناس اللي كانت معاه، وده كان في محل عمله وأثناء عمله. الطبيب اللي في مستشفى عين شمس التخصصي وصاحب خناقة محمد فؤاد هو الدكتور مصطفى أيمن، هو دكتور مصري وعنده 32 سنة، واتخرج من كلية الطب جامعة عين شمس وتخصص في القلب. الدكتور أيمن من يومه وكل الدكاترة واللي درسوا له والناس اللي اتعاملت معاه بيشيدوا بيه وبأخلاقه، وبيقولوا عليه ان هو فارق عن اللي حواليه من الطلاب. والدليل على الكلام ده ان الدكتور ايمن كان دايما من اوائل الدفعه، ولما اتخرج اشتغل طبيب بقسم الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي، وكمان اشتغل مدرس مساعد بالكليه. اما عن سمعه الدكتور مصطفى ايمن فهي زي الفل، ومشهور عنه اخلاقه العاليه، وكل شهود العيان بياكدوا ان الدكتور متعاون جدا مع كل المرضى، وانه ما بيتاخرش عن اي حد، ودايما بيهون عنهم تعبهم ومرضهم. الدكتور مصطفى ايمن في اول كلامه قال، وبعد خناقته المشهورة مع محمد فؤاد طلع على حسابه الشخصي وقال على حسابه الشخصي في فيسبوك واتكلم وقال انه شكر زمايله والاساتذة بتوعه، وده بيدل على ان الدكتور مصطفى شخص مؤدب ويعني ذو خلق.
ودكتور مصطفى كتب وقال شكرا لكل الاساتذه وزملائي واصدقائي واي حد كلمني او بعت لي من امبارح، وبعتذر بشده لو اي حد كلمني او حاول ان هو يكلمني، وانا للاسف وبعتذر لتاني مره اني معرفتش ارد عليه، بس انا للاسف معلش وسامحوني نفسيا مش قادر اتكلم كتير. وشكرا لاي حد كتب في حقي كلمه كويسه، وحسبي الله ونعم الوكيل برضو في كل حد اساء الي او في اللي حصل. واللي ما يعرفش او اللي هو مش متابع، كانت خناقه محمد فؤاد بدات لما راح الفنان محمد فؤاد الى مستشفى عين شمس علشان يسال على اخوه المريض بعد ما جاله تليفون ان اخوه تعب وودوه المستشفى. ولما وصل المستشفى وهو اصلا برضه كان تعبان، دخل المستشفى وهو مخضوض على اخوه وسال الدكتور مصطفى عن حالة اخوه، فالدكتور مصطفى جاوبه، ولكن لما جت ناس تانية عشان تسأل عن الحالات بتاعتها قال لهم اسألوا حد تاني عشان احنا محتاجين ان احنا نجهز العمليات ضروري، عشان المرضى اللي جايين لازم يدخلوا دلوقتي غرفة العمليات عشان لسه في اجراءات ولازم نقوم بتحضير المرضى. وكمان بالنسبة لأخو محمد فؤاد كان محتاج ان هو يتجهز تجهيز معين ويتحجز في غرفة العناية المركزة لحين تجهيز غرفة العمليات عشان يعملوا له قسطرة ويعملوا له دعامات، ربنا يشفي كل مريض. وكان مستعجل عشان يروح يكتب جواب للمريض اللي هو أخو محمد فؤاد عشان يكتب له جواب دخول علشان يعني سرعة الإجراءات وعشان يدخل بسرعة عشان يعمل موضوع عملية القسطرة. انا شايف لغايه دلوقتي يا جماعه الدكتور ما قصرش، ويعني ان هو كان عاوز يعني نبطل كلام، لان احيانا بيفضلوا ده بيتكلم وده بيتكلم فبيبقى الكلام ده بيبقى فيه عطله وممكن يبقى فيه خطر وخطوره على حاله المريض اللي بيبقى جاي وعايز يسعف بسرعه. الدقيقه يا جماعه بتفرق في حاجه زي كده. فيعني من وجهه نظري ان هو الدكتور كان مستعجل عشان يكتب الجواب عشان المريض يدخل العنايه المركزه علشان بعد كده يدخل العمليات عشان يعمل عمليه عشان ما يأثرش تاثير سلبي على صحته. لما الدكتور عمل كده وما وقفش ان هو يتكلم مع محمد فؤاد، بقى محمد فؤاد كان عايز يقعد يلغي ويستفسر على حاله اخوه، مش يلغي يعني يستفسر ويطمن على حاله اخوه، والدكتور كان عاوز يجري برده عشان في الاجراءات عشان برده ينقذ اخوه. محمد فؤاد اتضايق واعتبر ان هو نوع من الـ يعني الاستهزاء بيه، او ان هو يعني المفروض ان هو راجل يعني المفروض ان هو حسب وجهه نظره راجل مشهور راجل فنان، المفروض بقى الناس ترحب بيه وتقعد وتقعدوا وتكلموا بطريقه كويسه، فالكلام ده كان هيبقى خطر على موضوع الانتظار بتاع اخوه عبال هو ما يقعد يشرح له ويرحب بيه ويمسك فيه ويجيب له شاي وقهوه، الكلام ده كان هيبقى خطر على يعني حياه اخو محمد فؤاد. المهم ان ده يعني ضايق محمد فؤاد وخلاه قال للدكتور انت مش عارف انا مين. الدكتور طبعا بكل يعني كده حسب رده على الجمله قال له لا مش واخد بالي. ومن هنا حصلت الخناقه والمشاده اللي كلنا شفناها واللي انتهت زي ما قلنا بال يعني الاشتباكات بالايدي يعني الالفاظ السيئه اللي ما كانش يجب انها تحصل، واللي كثير من القنوات عرضتها او عرضت تيت عليها، وانتهت برده بتحرير محاضر من الطرفين. وكان كده بكده بنكون القينا الضوء على موضوع الدكتور وعلى اللي حصل بالظبط. يا ريت نكون ان احنا قدرنا ان احنا يعني نفهمكم ايه اللي حصل بالنسبه لخناقه الدكتور محمد فؤاد، والقينا الضوء على الدكتور وعلى يعني الناس اللي تعرفه. ويعني هي دي كان النهارده كان ده عنوان الفيديو بتاعنا، ونتمنى لحضراتكم انكم تشتركوا في القناه، اللي لسه ما اشتركش يضغط زر الجرس واختار اولى وكل عشان يصير كل جديد، واضغطوا كمان دعمونا باللايك وشير كتير عشان الفيديوهات بتاعتنا تصلكم وعشان الفيديو يصل محركات البحث، وتشجعونا. نعتذر عن الاطاله، وكان معكم سيد شاكر من قناه اشرح لي اشوف.